ما أكثر ما تضر الوشايات الكاذبة التي يسعى بها ضعاف النفوس، ولكن الله يحفظ عباده الصالحين ويحيل أمورهم إلى خير وثناء وعز. ومن ذلك أنه سعي بالإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد أحد أئمة أهل البيت الأكابر إلى المتوكل، وقيل له إن في منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته، يعني من أنصاره، فوجه إليه ليلا من هجم عليه في منزله على غفلة ممن في داره، فوجده في بيت وحده مغلق عليه، وعليه مدرعة من شعر، وعلى رأسه ملحفة من الصوف، متوجها كعادة أهل البيت إلى ربه يترنم بآيات من الذكر الحكيم في الوعد والوعيد، فأخذ على الصورة التي وجد عليها وحمل إلى المتوكل في جوف الليل، فمثل بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده كأس، فلما رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه، ولم يكن في منزله شيء مما قيل فيه ولا حاله يتعلل عليه بها، فناوله المتوكل الكأس التي في يده فقال: يا أمير المؤمنين، ما خامر لحمي ودمي قط، فأعفني منه. فأعفاه وقال: أنشدني شعرا أستحسنه. فقال: إني لقليل الرواية للأشعار. فقال: لا بد أن تنشدني. فأنشده: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عن حسن وساءلهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شبعوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. فأشفق من حضر على علي وظن أن بادرة تبدر إليه، فبكى المتوكل بكاء كثيرا حتى بلت دموعه لحيته، وبكى من حضره، ثم أمر برفع الشراب وقال: يا أبا الحسن، أعليك دين؟ قال: نعم، 4000. فأمر بدفعها إليه ورده إلى بيته مكرما: أكرمنا الله وإياكم بطاعته ومن علينا بعفوه وعافيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.